السلام عليكم. هكلمكم النهاردة عن موضوع البيع من خلال التليفونات. طبعا في أنواع كتير منه، في الصيدلية بتتصل بيك، في المطاعم كنتاكي بيتزا هات، حاجات كتير بتتصل بيك، لكن أكتر حد اتصل بيك من الحاجات دي كلها هو الريل استيت. البروكرز بتوع الريل استيت والشركات، يعني يكلمك الصبح الليل في اي وقت، تلاقي حد بيكلمك: حضرتك مهتم بالعقارات؟ ميرسي شكرا. مهتم بالعاصمة؟ ميرسي شكرا. طب عايز حاجة في حدائق اكتوبر؟ شكرا. طب عايز حاجة في شوارع اكتوبر؟ ميرسي. حضرتك كنت كلمتنا من فترة يا فندم، سألت والحتة ديت قالها لي واحد صاحبي، انت لو حطيت مرة رقمك اصبحت مش مشاع للجميع. المهم يكلمك يقول لك: حضرتك احنا من شركة كذا، تحب تاخد فكرة؟ فانت تقول له ميرسي مثلا، شكرا مش محتاج. لو سمعت منه يبتدي يقول لك في وفي وفي. طبعا في ناس كتير منهم اصدقاء ليا من اللي بيستقبلوا يعني بياخدوا بيجيلهم المكالمات ديت، يقولوا I'm not interested. اسهل حاجة عنده I'm not interested، شكرا. حضرتك انترستد في كده؟ يقول لي I'm not interested. انا ساعات لما يكلموني مثلا ولا حاجه فبقول لي: استاذ محمد، ايوه حضرتك كنت سبت استفسار قبل كده؟ والله العظيم ما سبت، والله العظيم ما سبت. الاعلان ممكن جه قدامي، انا عملت عليه كليك بس، لكن ما دوستش اي حاجه تدخلني ان انا اكلمك او اسال. انا ببص بتكلموا في ايه. ويكلمك حد تاني، ده برضو كوميدي، اللي هو يقول لك: بس محمد احنا كلمنا حضرتك قبل كده، كنت انا كلمتك بخصوص مشروع بورتو السمبلاوين من 7 سنين، ايه الاخبار؟ حضرتك الفكرة موجودة ان شاء الله؟ انت بتقول لي من 7 سنين، يعني من فترة قد كده سألتني، وانا لو مهتم كنت هرجع اكلمك. اكيد انا مهتم، هسجل رقمك وهرجع لك. او يكلمك حد تاني يقول لك: يا استاذ محمد، ايوه حضرتك في مشروع كذا 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 كذا، وده شركة كبيرة سابقة أعمالها في المريخ، عملت إيه وكذا وكذا، وموجودة في السوق من قد كذا. ويبتدي يحط لك أنت بقى عايز تقفل معاه: لا ميرسي شكرا، دي عاملة أوفر جامد، ميرسي شكرا. فاهم إزاي؟ فهم الناس دي عليها ضغط، الناس ديت اللي بتتصل بيك عليها ضغط، فوقيهم تيم مانجر، و مش عارف في حاجة تانية بعديه، بعد التيم مانجر في دايركتور مانجر. فاهم ازاي؟ يعني هم ماسكين فوق بعضيهم كده سلسلة، بتفضل تضغط عليهم: هاتوا عملاء، هاتوا عملاء، هاتوا عملاء. فهم طبعا بيقعدوا بقى يعمل بقى ارقام رهيبة في اليوم من المكالمات، بس بيجي يتصل بيك. انا واحد من الناس بقوم انا هربان من القصة، اقوم عامل ايه: لا شكرا انا في مستشفى، هبقى ارجع اكلم حضرتك تاني. طب تحب اكلمك امتى؟ بقولك في مستشفى، وأقوم قافل. ممكن تلاقي واحد تاني تقول له: أنا في كذا كذا، طب هبعت لك على الواتساب. يا أستاذ سيبني سيبني سيبني، عندي حالة وفاة، عندي حالة وفاة ومش قاعد لو سمحت، وهسيب البلد وماشي. طبعا هما مش بيعملوا كده غير من الضغوط اللي عليهم عشان يحققوا أرباح، بيع، الكلام ده كله. إن هما عندهم لو قعدوا 3 شهور مبعش بيمشي. فاهم ازاي؟ بس مكالماتهم بتبقى في اوقات وضغوط، انت ممكن تبقى انت مدهوش في حاجه، من تلاقي واحد بيكلمك: ايوه بكلمك بخصوص العقار الحته الفلانيه في البحر الفلاني في الحته الفلانيه. طبعا مش عايز اقول اسماء مشاريع والكلام ده كله عشان خاطر ايه، ما بنعملش اعلانات لسه، احنا لسه ما عملناش اعلانات. يجي بعد كده موضوع الايه اللي يكلمك في البيمنت على طول، ده برضو لذيذ جدا. حضرتك ده في اوفر جامد، عاملين بيمنت رهيب 14 سنة والكلام ده كله. طيب تمام ميرسي شكرا. 14 سنة وتربط، واللي يطلع تدفع، واللي يعمل يتعمل، بيخطط لك انت هتعمل ايه. طبعا دوشة، انا لو عايز اشتري هدور عليكم، انت فاهم ازاي؟ ولو انا محتاج ان انا هشتري، انا ليا، انا كجامعة نفسي ليا اصدقاء كتير في المجال وبتاع، فهتصل بيهم اسالهم هعرف لو انا محتاج.
او انا ممكن اشتريت ومش عايز دوشة تاني والكلام ده كله، فاللي بيكلمك بتقول له اشتريت وخلاص. انت فاهم ازاي؟ يعني كل واحد ليه دماغه. انا اشتريت يا عم، مش عايز تاني، خلاص بقى خلينا بقى في اللي احنا بنعمله. وفي ناس ما اشتريتش، ولو هي عايزة هتدور عليك وهتجيبك. هما بيعملوا شغلهم، انا عارف يعني، انا مش بظلم ان هما بيعملوا شغلهم، بس انا بحس ان مكالماتهم خصوصا لما يجيلك في يوم ثلاث مكالمات، بحس ايه ده يا جماعة، ومفيش غيري، ومفيش غيري، هو قالوا لكم عني ايه؟ مش انا، لا لا لا، مش انا اللي انتم متخيلينه ده. وفي الاخر اقول لك ايه، اللي اشترى اشترى، واللي بيفكر يفكر، والبقاء للديفلوبر. سلام عليكم.